قنبلة من العيار الثقيل فجرها السفير الصيني في القاهرة. مصر نجحت في إنتاج أول قمر صناعي داخل وكالة الفضاء المصرية بمساعدة الصين. خبر نزل كالصاعقة على كل أعداء مصر والحاقدين عليها، وخصوصا إسرائيل وإثيوبيا تحديدا. وخد بالك إن الخبر ده ليس صادر عن الحكومة المصرية، ولكن من الصين بذات نفسها اللي أعلنت نقل تكنولوجيا التصنيع لمصر كأول دولة إفريقية وعربية تمتلك هذا النوع من التكنولوجيا. يا ترى الكلام ده حقيقي ولا مجرد شو ونمرة حكومية؟ وهل مصر محتاجة فعلا تصنع أقمار صناعية؟ وده هيعود علينا بإيه؟ وإيه القيمة العسكرية والاقتصادية والعلمية المضافة لمصر من امتلاك تكنولوجيا تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية محليا؟ وليه إسرائيل وإثيوبيا تحديدا مرعوبين من الخطوة دي؟ حلقة النهاردة كلها مفاجآت وحلقة مهمة، وهتعرف فيها حاجات عن بلدك يمكن أول مرة تسمعها، عشان كده مهم جدا تسمع الحلقة دي للآخر. فاكر لما سرحوا لجان إلكترونية لنشر الدونية واحتقار النفس وجلد الذات اللي لسه شغالة لغاية النهاردة بسكريبتات؟ هي مصر بتنتج قلم رصاص؟ هو السيسي عمل ايه غير شوية طرق وكباري؟ رغم انك كل يوم بتشوف مصر وهي بتدخل باب جديد في عالم الصناعة. قالوا لك مش بننتج حتى كاوتش عربيات، رغم ان ده مش صحيح بالمرة. ولو شاف 1% من الانتاج المصري في اي دولة مجاورة او عربية او اسلامية يشغلوا اللطميات والبكائيات، منفصلين تماما عن الواقع والوقائع. النهاردة الخبر الجديد على لسان السفير الصيني في القاهرة شخصيا انه مصر اصبحت اول دولة افريقية وعربية تنتج قمر صناعي. اول دولة افريقية وعربية هيبقى لديها تكنولوجيا الفضاء بنسبة 100%. السفير الصيني قال في سلسلة تغريدات انه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الى مصر في يناير عام 2016، وقعت الصين ومصر على اتفاقية بشأن انشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في مصر، وبدأ تنفيذ الاتفاقية في عام 2017. وفي عام 2019 وقع البلدان على اتفاقية لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2، وبدأ تنفيذها في نفس العام. وإنه القمر الصناعي مصر سات 2 اللي مصر أطلقته الأيام دي هو آخر قمر صناعي مصري يبقى مصنع في خارج الصين. بعد كده مصر هي اللي هتصنع أقمارها الصناعية وتطلقها. طبعا ما لم يقوله السفير الصيني انه بحصول مصر على تكنولوجيا الفضاء من الصين احنا بقى تحت ايدينا بنك معلومات وكنز ثمين هنقوم بتطويره بنفسنا وتطويعه لأجندة الامن القومي المصري والامن القومي البحثي. مصر دولة لديها اسطول من الاقمار الصناعية لأغراض عسكرية وبحثية واقتصادية، منها النايل سات 101 اللي اطلقناه سنة 1998 وخرج من الخدمة سنة 2013، ولاحقا اطلقنا نايلسات 102 سنه 2000 ونايلسات 103 ونايلسات 201 سنه 2010. والاقمار الصناعيه الثلاثه دول متعلقين بالبث الاعلامي والفضائي، سواء قنوات او اذاعات او انترنت او اتصالات. عندنا برضو ايجيبت سات اللي اطلق عام 2007 وفقدنا الاتصال به عام 2010 فاطلقنا ايجيبت سات 2 سنه 2014، وعندنا طيبة واحد أطلقناه سنة 2019 ونايلسات 301 أطلقناه سنة 2022. بس كل الأقمار الصناعية دي كانت صناعة غير مصرية. كنا من الآخر كده بنشتري القمر الصناعي بالتكنولوجيا بتاعته، وبعد ما بنستلمه ونمتلك دفة قيادته بنعمل بيه اللي احنا عايزين. إيجيبت سات اللي أطلق سنة 2007 إسرائيل اعترضت عليه وقالت إنه ذو نشاط تجسسي، والبعض قال ان ده سبب فقدان السيطرة عليه سنة 2010، وان هناك لعبة امريكية جرت لتفجير القمر الصناعي المصري في الفضاء الخارجي. بس مش ده اول او اخر قمر صناعي مصري يبقى متهم بالاتهام ده. وعموما مفيش قمر صناعي في العالم اجمع مهمته الوحيدة هي الانترنت او الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحميل القنوات والاذاعات وبس، ولكن الاهم دايما هي القيمة العسكرية، سواء في المراقبة والتجسس أو الاتصال العسكري المشفر في أماكن لا تغطيها وسائل الاتصال التقليدي، بالإضافة لتوجيه الأسلحة والصواريخ المتطورة والقوات الجوية والدرونز والقطع البحرية وغيره. اللي بيملك الأقمار الصناعية في مصر هي هيئة الاستشعار عن بعد. طبعا هي هيئة حكومية، ولكن من كام سنة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تأسيس وكالة الفضاء المصرية. طبعا ساعتها سرحوا لجان إلكترونية تهزر وتتطاول وتسخر منها، بس في النهاية النهاردة الهيئة دي بقت بتمتلك تكنولوجيا فضاء صينية مش موجودة في أي دولة عربية أو إفريقية أو حتى أسيوية.
دي علوم حصرية أخدتها مصر ومش هتفضل علوم صينية. احنا هنضيف عليها ونحدث فيها بما لدينا من معلومات وعلوم، وحيتم إنتاج علوم فضائية وأقمار صناعية مصرية خالصة في السنوات المقبلة. إسرائيل هي أول طرف مرعوب من التطور التكنولوجي ده، وثانياً إثيوبيا اللي مدركة حقيقة إن كافة المعلومات الحصرية اللي مصر بتنشرها عن السد الإثيوبي واللي بتكون معلومات أكثر دقة حتى مما ينشرها الجانب الإثيوبي هي معلومات لا يمكن التقاطها إلا بالأقمار الصناعية المصرية. مصر أوفدت أكثر من فريق علمي للتدريب في الصين. الحدوتة مش بنك معلومات وصلنا من الخارج وخلاص، إنما كان في بعثة علمية هي الأكبر منذ زمن محمد علي باشا اللي أوفد البعثات المصرية إلى أوروبا وعادت لتوقظ التعليم المصري. وبالتالي إحنا عندنا هيئة فضاء عصرية جاهزة علشان مصر تدخل حرب الفضاء، ويبقى لينا برنامج أقمار صناعية خاص بينا، وكمان يمكننا في المستقبل من تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية لحساب الغير أو الدول الأخرى في المستقبل، مما يعظم العائد الاقتصادي القوي. ويمكن ده ينقلنا للعبة التانية بتتعلق باللي بيحصل في الفضاء الخارجي. الحقيقة إن الموضوع ده فيه جزئين، جزء متعلق بالشو والمنظرة زي إرسال أول رائد فضاء وأول كائن حي للفضاء والمنظرة دي، وكلها رحلات سياحية مدفوعة الأجر من باب الدعاية، وفي بحث علمي حقيقي لمعرفة أي موارد طبيعية موجودة في الكواكب الأخرى قادرة على أن تفيد البشرية. يعني أنت بتشوف أمريكا وروسيا والصين ودول تانية بتصرف مبالغ ضخمة لغزو الفضاء، ده مش شو أو لعب، ولكن مع التقديرات المتسارعة إنه الموارد الطبيعية بتنتهي على سطح كوكب الأرض، ففي محاولات للبحث عن الموارد دي في الفضاء. الدول اللي هتلاقي الموارد الطبيعية دي هتبقى مجانا. تخيل مثلا لو في مناجم فحم على كوكب المريخ أو منابع نفط أو غاز على سطح القمر، وقتها الدولة اللي هتتوصل للثروات دي هتنقلها لمخزونها الاستراتيجي من غير ما يتم الإعلان حتى عن ذلك. ودي بالمناسبة إحدى النظريات اللي بيرددها أنصار نظرية المؤامرة حول برنامج حرب النجوم وغزو الفضاء الأمريكي ونظيره السوفيتي في زمن الحرب الباردة. بالنسبة لمصر إحنا بدأنا بمرحلة الأقمار الصناعية وبقى عندنا هيئة للفضاء. لحد دلوقتي طبيعة نشاطها مش معروف أو علنية، لكن الأكيد إن ليها جوانب عسكرية واقتصادية وعلمية في منتهى الأهمية. وميزة القيادة المصرية هي بعد النظر والرؤية المستقبلية الثاقبة والطموح اللامحدود، وإننا لا نهدر المليارات في صنع لقطة أو شو ملوش لازمة. مش هستفيد حاجة لو دفعت كم مليار علشان أضع عالم أو باحث مصري بفلوسي على مكوك فضائي أمريكي أو صيني طلع الفضاء أو رايح القمر، في حين إن الجامعات المصرية هي اللي قدمت للإنسانية العالم الجليل فاروق الباز اللي مفيش سفينة فضائية بتنزل على سطح القمر إلا بعد ما ترجع لأبحاثه المتعلقة بجيولوجيا القمر. إذن مصر بتدخل حرب الأقمار الصناعية من أوسع أبوابها بعلوم وتكنولوجيا وهيئة فضاء مصرية خالصة، ولا عزاء لكل من يشعر بالضآلة والدونية واحتقار النفس. فلا تحاولوا أن تصدروا مشاكلكم للوطن أو توظفوا تلك الموبقات في ادعاء المعارضة. حفظ الله مصر من كل سوء وأعلى شأنها كمان وكمان وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.